وقد اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن زيادة أعداد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يعد خطوة خطيرة يجب التصدي لها، فضلا عن أنها تهدد السلام العالمي. في الوقت نفسه هدد مسؤول إيراني بأن بلاده يمكنها إغراق السفن الحربية الأمريكية في قاع البحر بطواقمها وطائراتها. تصاعدت لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وينذر الأمر بوقوع حرب وشيكة بينهما في منطقة الشرق الأوسط، رغم نفي الجانبين الرغبة في وقوع المواجهة العسكرية. ففي خضم التوتر بين البلدين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إضافي إلى المنطقة لتعزيز الحماية للقوات الموجودة بالفعل ولدعم حرية الملاحة في مياه الخليج العربي. الخطوة الأمريكية المتوقعة اعتبرتها إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف مسألة خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين، ويجب التصدي لها مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية التوصل لحلول دبلوماسية سريعة لأي أزمة قد تنشأ بين طهران وواشنطن نتيجة لعدم وجود قنوات اتصال بينهما. تصريحات رأس الدبلوماسية الإيرانية أتت متوافقة مع تهديد صريح من الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، والذي أكد أن بلاده بوسعها إغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج باستخدام صواريخ وأسلحة سرية. ولاحتواء التصعيد المتنامي بين واشنطن وطهران، أكدت وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تسعى لتهدئة التوتر بين البلدين، مشيرة إلى خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره. وليس بعيدا عن التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بينهما ولنزع فتيل الأزمة بين الجانبين. وبحسب متابعين، فإنه ليس في صالح النظام الإيراني الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، فأي حرب مع أمريكا هي بكل تأكيد مدمرة للنظام الإيراني الذي يعاني من اقتصاد أنهكته الأزمات الداخلية.